فازت مصر ممثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمقعد عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية. وقال المدير التنفيذي للهيئة وليد جمال الدين إن حصول الهيئة على هذه العضوية جاء عقب التصويت بالإجماع كما تقتضيه قواعد العضوية بالمنظمة. وأضاف أن فوز المنطقة بهذا المقعد يأتي في إطار سعي الهيئة نحو تعزيز تواجدها على المستويين الدولي والإقليمي والعمل على تهيئة وتحسين مناخ الاستثمار بالقارة الإفريقية وجذب الاستثمارات المتنوعة للقارة.